انطلق ماراثون الدعاية الانتخابية للمرشحين المتنافسين في الانتخابات المحلية، ماراثون مقيد بلائحة من 8 ضوابط خاصة بأمانة بغداد وضعتها المفوضية للسيطرة على حملات الدعاية، ملوحة بغرامات مليونية وعقوبات تصل حد الحجب للمخالفين، مع تحديد قيمة الإنفاق لدعاية كل مرشح بمبلغ لا يتجاوز 1,400,000,000 دينار. أصدرنا نظاما خاصا بالحملات الانتخابية، فالحملة الانتخابية قد تكون مخالفتها من قبل صاحب الحملة نفسه، كأن يكون يعرضها في غير المكان المحدد المخصص له، وهناك مخالفات من قبل الخصوم المتمثلة بتمزيق الحملات الانتخابية لخصومهم أو الإساءة إليها أو إشاعة الأخبار الكاذبة أو التسقيط الإعلامي لهؤلاء الناخبين. الرصد سوف يكون مركزيا من قبل المفوضية، وكذلك نتلقى شكاوى المتضررين من هذه المخالفات. هناك لجان خاصة للمحاسبة وفرض الغرامات كما ذكرتها، أرقام كبيرة لا نريد أن نذكرها في الإعلام، وإنما هي أرقام مليونية. يستمر الترويج الانتخابي حتى قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، ويخضع لبنود قانون الانتخابات، فترة ستخضع للمراقبة الأمنية للحفاظ على بيئة سليمة لإجراء الاقتراع، ويخضع الجميع خلالها للمحاسبة القانونية بحسب اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات المحلية. أولا، توجيه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إنجاح هذه الانتخابات وتوفير الحماية والتأكيد على حماية مراكز الاقتراع وحماية الناقب وحماية المنتخب. أيضا هذا يتطلب من عندنا القيام بإمكانيات وإجراءات وتوزيع لقطاعاتنا، ولن نسمح بأن يكون هناك تجاوز على أي من الناخبين أثناء عملية الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك أنه نحد من أي حالة ممكن أن تسيء إلى انتخاباتنا. وغالبا ما تشهد المواسم الانتخابية في هذه الفترة عمليات تسقيط للخصوم عبر وسائل الدعاية أو التسقيط بواسطة الجيوش الإلكترونية، مما يتطلب فرض رقابة شاملة لا تقتصر على الوسائل العينية للحفاظ على انسيابية الإجراءات والمضي نحو الاقتراع من دون معرقلات وفق مراقبين. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.